طبعا في هذه الأيام مع الخطاب بتاع الرئيس الأمريكي اللي اسمه ترامب قال فيه إنه أعلننا إنه القدس عاصمة رسمية لإسرائيل. مع انتشار هذا الخطاب وخروج وصدور هذا الخطاب من هذا الرئيس أنا أتوقع نشاط قوي لجماعة الأخوان المسلمين في العالم بمختلف أجنحتها، هذه الجماعة الضالة المنحرفة التي نشبهها بالقعنجات. القعنجة أصلا بتكون قاعدة، أول ما الخريف يبدأ ينزل بتقوم غا غا غي غا، خروف الخريف انتهى بتنزل تاني، موضوع انتهى. فهكذا جماعة الإخوان المسلمين حيثما حلوا مع الاعتذار للقعنجات، لأن القعنجات تسبح الله سبحانه وتعالى، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع اللي هو القعونجة بنسميه عندنا، كما في سنن أبي داود وصحح الحديث العلامة الألباني أن طبيبا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل ضفدع ليصنع منه دواء. الطبيب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقتل ضفدع عشان يطلع منه دواء، حسب فهم الطبيب رضي الله عنه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. فالضفدع خير من الإخوان المسلمين لأنه أقل حاجة ما لاقين منه ضرر، كما إنه لاقين أضرار وأضرار وأضرار لا حصر لها ولا عدد من جماعة الإخوان المسلمين. أول حاجة لخبة الدين كله بوظوه. قرضاوي يقول هذه النسبة الفاز بها رئيس الدولة الفلانية 99% في الانتخابات، قال لو عرض الله نفسه للناس ما فاز الله بهذه النسبة. أليس الله على كل شيء قدير يا قرضاوي؟ الله يقرضك والناس اللي معاك. ربنا قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله قال كده بسورة البقرة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أنت ما بتعلم الكلام ده؟ لكن ده العلماء بتاع ضلال وما عندهم علاقة بالإسلام الصحيح أبدا. فليبلغ الشاهد الغائب لا من قريب ولا من بعيد، وإنما صنعهم الإعلام كقناة الجزيرة أعني الشريرة، كما أفتى بذلك الشيخ العلامة الإمام الفوزان حفظه الله والشيخ العلامة سليمان الرحيلي حفظه الله وغيرهم من علماء السنة. دل 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 عطالة ومجرمين، أفتوا الناس بالجهاد في سوريا وفي وين وفي وين، ونحن والله مع الشعب السوري الطيب المسكين، نسأل الله يرفع عنهم الكربة وينزل عليهم الرحمة والسكينة من السماء. لكن احنا كلامنا مع الصعاليك ديل علماء الإخوان المسلمين ديل، يفتوهم يقولهم واجب هناك الجهاد، ورأينا الملائكة جاهدوا هناك، وكذب، وهم قاعدين يلعبوا كورة في حدائق تركيا. عريفي مين؟ سلمان العودة مين؟ 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 قاعدين يلعبوا كورة هناك وراكبين في الحصين يتنططوا وراكبين المرجيحة زي جنة الأطفال، ما شفتهم أنت؟ ويقولوا لذلك ده جهاد، ده جهاد، ما تموت أنت الله يطلع روحك يا بتاع الإخوان المسلمين. وشدتنا عليهم دي والله نتقرب بها إلى الله، لأن هؤلاء علماء الضلال هؤلاء كانوا سببا رئيسا في قتل وتشريد وضياع ملايين المسلمين. ملايين، مش ألف، مش مئة ألف مسلم ماتوا ولا تشردوا ولا ضاعوا، مش مئتين ألف، مش نص مليون، لا، ملايين ماتوا وشردوا بسبب هؤلاء المجارمة المرتزقة
من اليهود. ما شفتوا صورة القرضاوي مع اليهود؟ شفتوا ولا ما شفتوا؟ اليهود عملوا له تكريم، والجماعة اللي معاه كلهم ما القرضاوي براوا المجرم، كل شيوخ الاخوان المسلمين. فنحن نتوقع والله الايام دي الصناديق بتاعتهم بتاعت التبرعات يطلعوا ينفضوا منها الغبار، في كل زقاق تلقى صندوق ساهم معنا في نصرة الاقصى، وده بيركبوا بيه عربات اوباما ما عنده علاقة بالاقصى. اي جنيه تدفع لاخو مسلم والله الذي لا اله غيره لا بيصل الاقصى ولا بيصل للفلسطينيين المساكين الغلبانين الطيبين، نسأل الله يرفع عنهم، ما بيصل للمساكين. ده في جواكيم كبار أميات كبيرة، واحد فقرة ما عنده، فقرة ما عنده، بس راس وكتف وكرشة وحاجات تانية حامياني. شفت كيف؟ مجارمة وناس عواليق وناس مجرمين. يا أخي يفتوا الناس بأنه يقتلوا بعض، مسلم يفتوا يقتل إخوان المسلمين بدعوة أنه ده تفجير جهادي أو عمل استشهادي، زي ما قال عبد الحي يوسف والجماعة معاه من الأخوان المسلمين. وربنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يجأ بها بطنه في نار جهنم. ما يجوز تنتحر، ما يجوز تنتحر وتفجر نفسك عشان تقتل ناس، والناس اللي بيقتلوهم ديل الغالبية الساحقة منهم مسلمين. ما شفت التفجير الوقع في الرياض في السعودية قبل سنتين ولا ثلاثة؟ مبنى شعبي، مبنى شعبي ده يعني قريب حلة كاملة مبنية لفوق، في مبنى واحد ضخم كبير فيه آلاف البشر المسلمين. دخل واحد سافل من جماعة هؤلاء الإخوان المسلمين، سمي داعش سمي نصرة سمي قاعدة، في النهاية الاسم الحقيقي ده الإخوان المسلمين، أتباع سيد قطب وأتباع هؤلاء السرورية والإخوان المسلمين المجارمة. دخل بعربية ملغمة ضرب المبنى كله كتله، من بينهم ماتوا خمسة سودانيين، من بينهم طفلة عمرها خمسة سنوات مسلمة، مسلمين. هل ده جهاد؟ ربنا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة، بالكعبة، ونظر إليها الكعبة وقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك، فوالذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. الكعبة حرمة المسلم، مسلم واحد أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا بعد. حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من الكعبة. يجي يقول لي امشي أقتل مسلم بدعوة إنه العمارة دي فيها أمريكي عيونه خضر، ده ما دين، ولا بجوز لك تقتل أمريكي ولا إيطالي ولا غيره، ما بجوز لك لأسباب. السبب الأول: لو جاز قتله افتراضا وجدلا، أنت ما حاكم عشان تقتل، أنت رئيس عصابة، عصابة شيخ العودة ولا شيخ قرضاوي ولا شيخ عبد الحي يوسف ولا شيخ غيره من أتباع سيد قطب الفاشل المنحرف الدجال العاطل المنحرف عن الدين الصحيح الذي جاءت به جميع الأنبياء والمرسلين. أنت ما عندك علاقة بالمنهج الصحيح أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. سب الأنبياء، شتم نبي الله موسى، شتم نبي الله سليمان، شتم نبي الله داود، شتم عثمان بن عفان، شتم معاذ بن سفيان، شتم أبو سفيان، شتم عمرو بن العاص، شتم الصحابة، أنكر العرش، أنكر الميزان، أنكر أن الله في السماء، وصف إنه القرآن موسيقى. بعد ده بيدافع عن سيد قطب، لما تغلى الدكوة في بلد إسلامي أو السكر أو الليمون، الحاكم كفر صار طاغوتا لأنه غلى السكر مع البنزين. والزول سب الأنبياء والمرسلين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ده شيخهم ما يرضوا كلمة فيه، إن اتكلمت فيه يقول لك أنت شيعي رافضي. الرافض الشيعي هو سيد قطب، لكن دل والله مجارمة.
الناس اللي لخبطوا الدين. امشي جامع هنا بالسودان، امشي جامع قول لهم الله واحد ما معه شريك، البرعي ما مع الله شريك، الله براه واحد، استغيث بالله براه، اتوكل على ربنا براه، خلي التمايم خلي الحجبات كلها شرك، الاستغاثة بالقباب والأضرح والقبور كفر. كلام ده حق ولا ما حق؟ حق. امش قول لهم الكلام ده، امش قول لهم الكلام ده، اللي بيقوم ينط في حلقك في الغالبية العظمى ما صوفي، الأخ المسلم من جماعة الإخوان المسلمين أو الأنصار سنة العامل لو دقن لكن هو أخو مسلم أصلا، ديل بنطه في حلقك، وبكرة بالليل بيعمل اجتماع يجيب زلابية يغش بنا سجامع، زلابية مجرد زلابية بزيت مكرر 60 مرة يغش بنا سجامع، وبكرة طوالي بيعلقوا ورقة ممنوع التحدث في هذا المسجد كما قررته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجنة المسجد، هو لجنة فاضية ساكت ركوبة ما عندها، أو يقول لك بل واحدين بيكتبوا لا يجوز، والله قريتها في الثورة 34 قال لا يجوز الحديث في هذا المسجد، ده مسجد أنصار السنة جناح الإصلاح، الأمة في النهاية تبع الأخوان المسلمين منهجهم زيهم، لا يجوز الحديث في هذا المسجد، وربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم اللي بيمنعوا الحديث النبوي في المساجد وفي بيوت الله، ربنا قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. مجارمة مجارمة، جامع يسلط عليه، نادي بتاع كورة أخو مسلم ممكن يسلط عليه، نادي كورة ساقط ممكن يسلط عليه، يجيب لهم طحنية بجردل يبقى رئيس النادي، محل بتاع شيشة إلا ما فيه أخو مسلم مش حرام إلا ما فيه أخو مسلم بيسلط عليه، ناس مجارمة لخبطوا الدين، وهم العمود الأساسي في الدفاع عن الشرك اللي بينشروه الصوفية. منو قاعد يدافع عن الصوفية؟ منو؟ الأخ المسلم، إما دفاع يقف قدام الناس وعمل له سكسوكة هنا زي حقة الدجال ويقف يقول لك يقول لك آه طبعا، أول شيء بيحك كرشه بيطمئن إنه اللغة فوق بيه القاعد ولا مرق، ده أول شيء. أها طبعا يقول لهم الأمة كلها واحدة ولابد من الأمر يفرق ولا يجمع ويدق في الكرشة بتاعته، ولابد يعني هذا الكلام يقول له فرق المسلمين، ونحن لابد من أن نجمع اللحمة، لحمة تقوم لك في أضانة عرفتها؟ ولابد أن نجمع اللحمة، اللحمة الإسلامية، وهو أول زول فرق المسلمين، فدال الله يا مادح أنا أتوقع أنهم ينتشروا، فطالما نتوقع أنت برضو توقع يا أخي يا مسلم أنه نجغم قبل ما تنتشر، توقع الكلام ده توقع، لأنه ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وربنا قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الأقصى والقدس وفلسطين وجميع الدول الإسلامية المحتلة ترجع كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لخص في حديث واحد أختم به رواه داود بإسناد صححه الألباني من رواية عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كلام ده ما دار له كلام كثير، حسم النبي صلى الله عليه وسلم زمان، قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أبدا. ده الحاصل ولا ما يهو؟ طيب ما هو العلاج يا رسول الله يا رؤوفا ورحيما بهذه الأمة، ما هو العلاج؟ قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أبدا حتى تراجعوا شنو؟ دينكم، والدين ما في دين بدون توحيد، كلامنا الحار في القبب والأضرحة وفي شيوخ الصوفية وفي الشرك اللي بيجيبوا الصوفية ده والله ده اللي يصلح البلد. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي
شيء هذا اللي برجع القدس دعوة التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.